بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع عشر. تلميذ مجتهد. تلميذ منعوت مجتهد نعت فقط، أو تقول تلميذ خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هذا تلميذ مجتهد. تلميذ كسلان. تلميذ منعوت كسلان نعت. كسلان لا ينون لأنه ممنوع من الصرف للوصف وزيادة الألف والنون. شباك كبير. شباك منعوت كبير نعت. باب صغير. باب منعوت صغير نعت. قلم طويل. قلم منعوت طويل نعت. عجل كبير. عجل منعوت كبير نعت. مسترة قصيرة. مسترة منعوت قصيرة نعت. فأس كهام. كهام نعت. أين المكنسة؟ أين اسم استفهام خبر مقدم. المكنسة مبتدأ مؤخر. كتاب قديم. قديم نعت لكتاب. قلم جديد. جديد نعت لقلم. مهر صغير. صغير نعت. رجل طويل. طويل نعت لرجل. سكين حاد. سكين منعوت حاد نعت. منشار كبير. كبير نعت لمنشار. لوح كبير. لوح منعوت كبير نعت. افتح الباب الكبير. افتح فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الباب مفعول به وهو منعوت الكبير نعت. أين السكين الحاد؟ أين اسم استفهام خبر مقدم. السكين مبتدأ مؤخر. الحاد نعت للسكين. اكتب على اللوح الكبير. اكتب فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. على اللوح جار ومجرور متعلق بالفعل اكتب. الكبير نعت. هات المطرقة. هات اسم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. المطرقة مفعول به منصوب. لا تلعب أيها التلميذ الكسلان. لا ناهية. تلعب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. أيها التلميذ منادى بحرف النداء المحذوف. التقدير: يا أيها التلميذ الكسلان. التلميذ نعت لأيها. الكسلان نعت للتلميذ. خذ قلمك القديم. خذ فعل وفاعل. قلم مفعول به وهو مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. القديم نعت لقلمك. هات كتابي الجديد أو هات كتابي الجديد. هات اسم فعل أمر وفاعل. كتابي مفعول به وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. الجديد نعت لكتابي. فتح الخادم الباب الكبير. فتح فعل. الخادم فاعل. الباب مفعول به. الكبير نعت للباب. التلميذ المجتهد يكتب على السبورة الكبيرة بالطباشير. التلميذ مبتدأ المجتهد نعت. يكتب فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدأ. على السبورات جار ومجرور متعلق بالفعل يكتب. الكبيرة نعت للسبورة. بالطباشير جار ومجرور متعلق بالفعل يكتب. أكنس البيت أيها الخادم. أكنس فعل وفاعل. البيت مفعول به. أيها الخادم منادى وحرف الندى محذوف. والتقدير: يا أيها الخادم. سبق إعرابها. إبري قلمك بالمبرات الحادة. إبري فعل وفاعل. قلمك مفعول به وهو مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. بالمبرات جار ومجرور متعلق بالفعل إبري. الحادة نعت للمبرات. لما اشتريت كتابا قديما. لما جار ومجرور متعلق بالفعل اشتريت. اشتريت فعل ماضي والتاء فاعل. كتابا مفعول به. قديما نعت لكتابا. احترموا آباءكم وأمهاتكم. احترموا فعل أمر والواو فاعل. آباءكم مفعول به وهو مضاف. كم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. وحرف عطف أمهاتكم معطوف على آباءكم.
وهو مضاف كم مضاف إليه. لا تلعبوا وقت الدرس أيها التلامذة الكسالى. لا ناهية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تلعب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامات جزمه حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وقت ظرف زمان بالفعل تلعب، وهو مضاف الدرس مضاف إليه، أي مضاف والهاء مضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه منعوت، التلامذة نعت، والمنعوت والنعت منادى بحرف النداء المحذوف. التقدير يا أيها التلامذة كسالى. التلامذة منعوت، الكسالى نعت للتلامذة. هؤلاء التلامذة المجتهدون يقرؤون دروسهم. هؤلاء اسم إشارة مبتدا وهو منعوت، التلامذة نعت، المجتهدون نعت للتلامذة. يقرؤون فعل مضارع خبر والواو فاعل وهو عائد على المبتدا، دروس مفعول به منصوب وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. والله أعلم بالصواب.